السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، النهارده ان شاء الله هنشرح غرزة جميله جدا تنفع للشال والكوفيه احنا على ابواب عيد الام ونبدا نحضر بقى اعياد عيد الام آه، الغرزه دي حلوه قوي هتنفعك شال او كوفيه، انا عاملاها كوفيه بعرض تقريبا يعني لو قلنا العرض بتاعها حوالي 24 سم. تمام العرض ده حلو قوي مناسب عشان كمان الرسمه تبان لو انت هتعمليها شال هتعمليها بعرض لا يقل عن 80 لكن ممكن يوصل لغايه 70 لا يقل عن 70 بس ممكن يوصل لغايه 85 حسب حجم الجسم كل ما الجسم حجمه بيزيد كل ما بتزودي اكيد عشان يتلف عليها ويبقى شكله حلو اه انا هستخدم خيط اليزي انجورا جولد هو بيختار عليا ابره ان انا اشتغل بابره من 2 ل 4 فانا هشتغلها بابره رقم 3 تمام بس البداية بتاعتي هشتغلها بإبرة رقم ثلاثة ونص اللي هي السلاسل أنا دايما السلاسل البداية بحب أبدأها بإبرة أكبر نص نمرة عشان بتفادى موضوع التقوس وده الموضوع ده يعني كل متابعين القناة وأحباء القناة عارفينه ده بالنسبة للشكل الغرزة بس أنا هشتغلها معاكي بخيط تاني عشان تعرفي إن هو بيشتغل بخيط تانية هشتغله بخيط أليسي بيبي هو كمان بيختار عليا إبرة من ثلاثة لأربعة فأنا برضو هشتغل بإبرة رقم ثلاثة والبداية برضو بإبرة رقم ثلاثة ونص يلا بينا نبدأ على بركة الله هبدا شغلي بالابره اللي هي الكبيره اللي هي الثلاثة ونص اللي هجيب الخيط كده واقلبه كده عملنا حلقه بسيطه وبعدين هندخل جوه الحلقه ديت ونسحب الخيط وبعدين نقفل عليها. كده دي ابسط حلقه تقدري تعمليها عشان اخواتنا المبتدئين هبدا اعمل سلاسل عدد يقبل اسمه على 13 زائد 11 يعني ايه الكلام ده يعني هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 ده تكرار اكرر تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 كده ده تاني تكرار تفضلي تكرري كده بالشكل دوت لحد المقاس اللي انت عايزاه سواء هو كوفيه او شال يعني انت هتكرري كده وتقيسي بالسنتيمتر انت وصلتي للمقاسك ولا لا بعد ما خلاص وصلنا لمقاسنا نبدا نعمل 1 2 3 4 5 6 سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر كده ايه؟ حداشر اللي انا قلت عليه العدد دي يبقى اسم على عشر زائد حداشر بعد كده اشيل الابرة دي خلاص واجيب الابرة الثانية ادخلها في الحلقة وابدا بقى اعمل السطر الاول بتاعي او الراوند الاول هلف الخيط على الابرة انا هنا هشتغل عمود هيبان ان هو بلفة بس انا هعمله معاملة ابو لفتين العمود بلفتين لفيت لفة واحدة لان انا مش بحب الف لفتين كده لا لفة واحدة وبعدين هسيب واحد اتنين تلاتة اربعة وادخل في الغرزة الخامسة اعمل عمود هسحب الاول من غرزة واحدة فقط وبعد كده من اتنين اتنين هرجع الف الخيط تاني واروح الغرزة اللي بعدها هدخل في الحلقة بقى معايا ثلاثة هطلع من واحدة فقط بعد كده من اتنين اتنين اللي هو الارتفاع الاولاني الاربعه ده ده ارتفاع للشغل لكن انا عدد الاساسي عملت عمود الثاني كده هنا نعمل الايه العمود الثالث بعد كده واحد نطلع من واحده اثنين اثنين بعد ما عملنا الثلاث اعمده الاساسيين ماليش دعوه قلت لك بعمود الارتفاع اللي هو اربعه بعمل واحد سلسله اثنين ثلاثه بعدين الف الخيط على الابره واروح الغرزه اللي بعدهم انا كنت في الغرزه دي الثالثه كانت في الغرزه دي راح الغرزه اللي بعدها مباشره برضو هعمل ثلاث اعمده هطلع من غرزه واحده فقط وبعدين من اثنين اثنين هرجع تاني العمود اللي بعدها هطلع من غرزه واحده فقط وبعدين اثنين اثنين العمود ده احلى وارق وبيبين لك ان الشغل مجدول ما فيهوش خيوط يعني غير اللي هو غير لما انت بتلفي لفتين كده كده لفيت لفه بعد كده هسحب الخيط بطلع من غرزة واحدة فقط وبعدين اتنين اتنين. كده انا عملت تلات اعمدة تلات سلاسل ثلاث اعمدة. وزي ما قلت لك عمود الارتفاع مش محسوب معايا يعني ده الجنب. بعد كده بعمل واحد اتنين تلاتة. هسيب واحد اتنين. واحد اتنين تلاتة وفي الغرزة الرابعة هدخل اعمل غرزة حشو. بعد كده و... بعد كده بعد ما عملنا غرزه الحشو هعمل واحد اثنين ثلاثه زي ما كنت عامله قبلها ثلاثه كنت سايبه قبلها ثلاثه فبرضو بعدها هسيب ثلاثه واحد اثنين ثلاثه واروح في الرابعه ابدا ايه اعمل تكراري من تاني اللي هو ده اللي هو ثلاثه اعمده ثلاثه سلسله ثلاثه اعمده ادى بطلع من غرزه اثنين اثنين ده كده اول عمود وبعدين العمود التاني وبعدين العمود الثالث ثلاثة سلسلة هرجع تاني في الغرزة اللي بعدهم على طول هعمل العمود الأول خلاص إحنا عرفنا العمود بتاعنا شكله إيه العمود الثاني الثالث وبعدين واحد اثنين ثلاثة هسيب واحد اتنين تلاتة وفي الرابعة هعمل غرزة حشو، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وكده أنا خلصت التكرار التاني، تعالي نعمل تكرار كمان، بنسيب واحد اتنين تلاتة وفي الرابعة هعمل العمود بتاعي الأول، وبعدين العمود التاني، العمود التالت. وبعدين واحد اتنين ثلاثة سلسلة بعد كده في الغرزة اللي بعدها هعمل العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث كده هلاقي فيه غرزة واحدة اخيرة هعملها عمود ارتفاع او عمود للجنب زي الاربعة اللي كانوا الاولين هلف الخيط وهدخل فيه الغرزة الاخيرة هطلع من غرزة واحدة فقط بعدين اتنين اتنين كده خلصنا الراوند الاول بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة هلف الشغل وبعدين هروح علي الثلاثة دول برضو هعمل ثلاثة ادي كده عمود الثاني واحنا عارفين العمود بتاعنا شكله ايه بعد كده العمود الثالث. خلصنا ثلاثة فوق الثلاثة والارتفاع فوق الارتفاع بعد كده هعمل واحد 2 سلسله هاجي في الثلاث سلاسل دول تحتهم هنا هعمل غرزه حشو زي ما كان قبلها سلسلتين يبقى بعدها سلسلتين واروح اعمل الايه الثلاث اعمده دول ثلاث اعمده ادي اول عمود الثاني التالت خلصنا اول جزء كده خلصنا الجزء الاول من التكرار لان تكراري انا لحد هنا الجزء ده تمام الجزء التاني اللي هو ده هعمل له واحد اتنين تلاتة سلسلة وهتخطى واروح على طول على التكرار التاني هعمل اول عمود زي ما انت شايفة كده التكرار اتحول لكده وبعدين تاني عمود طبعا انا هنا في التكرار التاني وبعدين ثالث عمود وبعدين بنعمل واحد اثنين سلسله في الفراغ اللي ما بين الاعمده بعمل غرزه حشو واحد اثنين سلسله وبعدين التلات اعمده دول هعمل عليهم تلات اعمده ادي واحد اثنين ثلاثه دول بنتخطاهم ان احنا بنعمل ايه واحد 2 3 وروح على طول على التكرار اللي بعده ادي كده عمود الثاني كده العمود الايه الثالث وبعدين اثنين سلسله وارجع هنا في الفراغ اللي هو تحت الثلاثه سلسله ما بين الاعمده اعمل غرزه حشو بعد كده واحد 2 ارجع على الثالث أعمدة والعمود الارتفاع أعمل أعمدة لأن يعني في الأول بيبقى أربعة أدي أول عمود الثاني الثالث اللي هما كده الإيه الأعمدة الأساسية اللي معايا بتاعة التكرار بتاعتي الرابع ده هو الإيه العمود بتاع حرف الشغل بطلع من غرزة اتنين اتنين كده خلصنا السطر التاني او الراوند التاني تعال نعمل الراوند الثالث. هرتفع واحد اتنين ثلاثة هلف الشغل برضو فوق الأعمدة دي هعمل عمود أدي الأول الثاني كده العمود الثالث بعد ما خلصنا الثلاث اعمده الاولين بعمود الارتفاع عايزه هجاوب على سؤال انا عارفه هتسال عليه انت بتقولي انت بتعملي عمود بتعمليه معامله العمود بلفتين طب ليه انت ارتفعتي ثلاثة مش أربعة هقول لك لان انا دايما الاعمده اللي على الحرف دايما بعملها ناقصه غرزه يعني العمود بلفه واحده بعمله اتنين بس مش ثلاثة ليه عشان الحرف يطلع معايا زي ما انت شايفه بصي مستقيم وكويس معايا وبعدين هلف الخيط على الابره واعمل غرزه الثانيه وبعدين هروح لغرزه الحشو ديت هبدا اعمل فيها غرزه باف ادي اول لفه الثانيه كده الثالثه هحزز الخيط كده زي ما انت شايفة بص انا بشد قصاد بعضه ازاي عشان يبقى ايه الخيوط كلها قد بعضها واسحب من كله ما عدا الغرزه اللي كانت على الابره اللي هي الاولى وبعدين اسحب اسحب الايه الغرزتين بغرزة. وبعدين اعمل غرزه سلسله هلف الخيط تاني وانزل في نفس المكان اعمل بوف تانيه وانا بعملها اعمل حساب مقياس الاولى ادي واحده كده الثانية كده الثالثة وبرضو ايه زي ما انت شايفة اتأكد ان هما طول بعض وبعدين اسحب من كله ما عدا الغرزة اللي كانت الأولى وبعد كده اسحب الغرزتين بغرزة وبعد كده هروح على اعمل هنا واحد اثنين لأن قبلهم كان في غرزتين عندي هنا الثلاث أعمدة دول هعمل ثلاث أعمدة ادي أول عمود العمود الثاني العمود الثالث عندى هنا ثلاث سلاسل هتخطاهم ومش هعمل حاجه هلف الخيط على الابره واروح على طول على التكرار الثاني العمود الاول هعمل فوقيه عمود العمود الثاني الثالث اتنين سلسلة عشان اروح اعمل البف في غرزة الحشو اجي اول لفة وبعدين الثانية وبعدين الثالثة اسحبهم كلهم ما عدا اللي كانت علي الابرة وبعدين اسحب الغرزتين اعمل غرزة سلسلة هرجع تاني في نفس المكان اعمل بف ثانية ادي واحد اتنين ثلاثة اسحبهم كلهم ما عدا الغرزة الاولى وبعدين اسحب الغرزتين بعد كده اعمل واحد اتنين زي ما كان قبل البف بعد كده اعمل التلات اعمدة ادي كده عمود التاني التالت خلصنا التكرار الثاني، نروح على التكرار التالت بنتخطى الثلاث سلاسل ومباشرة بعد ما بعمل العمود التالت هنا بروح اعمل العمود الاول هنا طبعا بصي لما الخيط بقى يحس ان هو نتش معايا بفك الغرزه مهم جدا الموضوع ده يا جماعه لان إنتي لو قرصتي وشديتي الخيط هيطلع شكل وحش وممكن يتقطع معاكي كده العمود الثاني العمود الثالث بعد كده اتنين سلسله هلف الخيط واروح على غرزه الحشو اعمل البفات بتاعتي البف بتاعتي عباره عن فيستيتش بف ادي واحد اتنين ثلاثة هسحب كله ما عدا اللي على الإبرة بعد كده أخد الاثنين دول أعمل غرزة سلسلة هرجع أعمل بف تانية أدي واحد اتنين ثلاثة. وبعدين أسحبهم كلهم ما عدا الأولى وبعدين أسحب الاتنين بعد كده أعمل واحد اتنين زي قبل ال... قبل ما أعمل بف كان في اتنين بعد كده هبص ألاقي عندي في الآخر الثلاث أعمدة وعمود الارتفاعي يعني أربعة أدي أول عمود العمود الثاني العمود الثالث دول الثلاثه الاساسيين وبعد كده عمود الارتفاع اوعي تنسيه كده خلصنا الراوند الكام الاول الثاني الثالث تعالى نعمل الراوند الثالث او السطر الثالث واحد اتنين تلاته هلف الخيط برضو الثلاث اعمده دول هعمل فوقهم ثلاث اعمده والعمود التاني العمود الثالث. خلصنا ثلاثة اعمدة اثنين سلسلة وبعدين هروح على الفي ستيتش ديت اعمل برضو في تانية بف بس بطريقة البف هدخل جواهم ما بين الفي كده هعمل برضو ايه بف الاولى ادي واحد اثنين. ثلاثة وبعدين أسحبهم كلهم عدا اللي كانت على الإبرة وبعدين أسحب الغرزتين وأعمل غرزة سلسلة بعمل نفس الكلام بالظبط وبعدين واحد اثنين ثلاثة وبعدين أسحبهم كلهم وبعدين أسحب الاثنين وبعدين واحد اثنين وبعدين هروح هنا هعمل الثلاث أعمدة ادي أول عمود نعمل العمود الثاني العمود الثالث كده خلصنا التكرار الأول، طيب التكرار التاني على طول شابك في التكرار الأول مفيش ما بينه فاصل، فهروح على التلاتة بتوع التكرار التاني اللي هما كده كونوني التلاتة التانيين بتوع التكرار الأول مع التلاتة الأولين بتوع التكرار التاني عملوا ست أعمدة، كده الرابع الخامس السادس أصبح التلاتة. دول مع الثلاثة دول عاملين ستة وشبكوا مع بعض هعمل واحد اتنين هروح اعمل هنا برضو في ستيتش بف ادي اول مرة واسحب الخيط وبعدين التاني وبعدين التالت وبعدين اسحبهم كلهم عدا اللي كانت على الابرة وبعد كده اسحب الغرزتين بعد كده غرزة السلسلة ارجع اعمل بف تانية ادي واحد اتنين نكمل التالت وبعد اسحبهم كلهم ما عدا الغرزه الاولى بعد كده ايه اعمل الغرزتين دول بغرزه بعد كده هعمل واحد اتنين واروح بقى على السته دول خلاص احنا عرفناهم سته ادي كده اول عمود العمود الثاني الثالث الرابع الخامس السادس وبعدين اتنين سلسلة هنعمل البف اللي هي في ادي اول عمود كده الثانى الثالث بدنا اسحبهم كلهم عدا الاولى بدنا اسحب الغرزتين بدنا اعمل غرزة ارجع اعمل في بف تانية في الفي واحد اتنين ثلاثة وبدأ اسحبهم كلهم عدا الاولى وبعدين اسحب الغرزتين وبعد واحد اتنين عشان اروح اعمل الاعمده الاخيره اللي هما ثلاثه اساسيين وعمود الارتفاع يبقى اربعه الاول الثاني كده العمود الثالث اللي هو اساسي في العدد بتاعي وبعد كده عمود الارتفاع اللي هو جنب الشغل في الغرزه الثالثه من الارتفاع اهي اعمل عمود وبصي لما بطلع ما بشدش فوق بصي شايفة انا فين يا دوبك الحلقة على قد الابرة هعمل واحد اتنين اتنين كده احنا خلصنا السطر الرابع الاول التاني التالت الرابع تعالي نعمل السطر الخامس نشتغل السطر اللي هو الخامس واحد اتنين 3 وهلف الشغل وهشغل السطر الخامس ده نفس السطر اللي فات اللي هو الرابع وارجع اشتغل السطر السادس نفس السطر الرابع يبقى انا كده هشتغل سطرين الخامس والسادس عشان انا كده دلوقتي انا عندي واحد ادي التكرار الاول الثاني وبعدين هنا الثالث الرابع انا اشتغلت هنا الرابع بعد كده هتشتغلي اتنين تانيين نفس الرابع بالظبط نفس اللي انا اشتغلته اللي فات ده السطر اللي فات ده هتشتغليه اتنين كمان عشان تيجي نعمل بدايه تكرار جديد عشان خاطر احنا هنا هنبدا الشغل زي ما انت شايفه بصي هيبدا يختلف او الرسمه تبدا ايه تختلف معايا تعالي نشوف تاسيسها ما تختلف ازاي يبقى التكرار بتاعي هنا للغرزة ست سطور عملنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تعالي بقى نعمل ست سطور تانيين بنفس الشغل وبنفس النمط بس ايه هنخلي الرسمة عكس هبدأ اخلي الرسمة عكس ازاي هرتفع برضو واحد 2 3 وده اللي جاي بالرسم بصي هتبص تلاقي الشال من على الحرف هيديك الايه الكيرفات دي دايما مع الشغل ماشي عرف في الشغل برضو الثلاث اعمده الاولين هعملهم ثلاث اعمده ادي كده عمود الثاني كده العمود الايه الثالث نيجي هنا بقى هعمل هنا واحد اتنين تلاتة هاجي في نص الفي واعمل غرزة حشو اهي شايفة انا عملت التلاتة اهي التلاتة وعملت غرزة حشو هرجع اعمل تاني تلاتة واحد اتنين تلاتة بأسس نفس التأسيس اللي ايه اللي هو الاولاني ده بس العكس هروح هنا على الست عميدة دول هعمل اجي اول عمود وبعدين التاني بصي لما بتشنكل معايا انا بفكها وقدامي قوم غير مونتاج الثاني كده العمود الايه الثالث وبعدين كنا بنعمل ايه ثلاثه سلسله اهو دي واحد اتنين تلاته وبعدين هنروح على التلاته التانيين على طول نعمل تلاته اعمده ادي واحد اتنين تلاته اهو مفرقش حاجه عن السطر الاولاني هرجع تاني هنا واحد اثنين ثلاثه واروح على منتصف الفيستش بتاعه الباف اعمل غرزه حشو وبعدين واحد اثنين ثلاثه هروح على, التلاتة دول. على السته دول اعمل اول ثلاثه ادي واحد اثنين ثلاثه وبعدين ثلاثه سلسله وبعدين نرجع التلاتة التانيين نعملهم جنبهم تلاتة ادي واحد اتنين ثلاثة هرجع تاني واحد اتنين ثلاثة هروح على البف دي في المنتصف بتاعها اعمل غرزة حشو بعد كده واحد اتنين تلاتة واروح على اللي هم الاربعة الاولانيين اعمل اربعة ادي واحد اتنين ثلاثة اللي هما الأساسيين وبعدين الرابع اللي هو عمود الارتفاع كده خلصنا السطر الأول في التكرار الجديد تعالي نعمل السطر الثاني هنعمل واحد اتنين ثلاثة. هلف الشغل هعمل التلات أعمدة دول ادي واحد اتنين ثلاثة. انا هوريك ان هو مش مختلفش خالص هو الفرق الوحيد ان احنا ايه بس إيه عكسنا الشغل كنا فوق دول بنعمل ايه الثلاث سلاسل مش كده اهو فين انا تعالي نطلعهم اهم فوق دول اهم ثلاثه ومن فوقهم بنعمل الايه الثلاث سلاسل اهم ادي واحد اثنين ثلاثه وبعدين هتخطى دي على طول وراح هنا على الست الثلاثه دول ادي واحد اثنين ثلاثه وبعدين كنا بنعمل واحد اتنين فاكرة اهو هنا واحد اتنين ونعمل غرزة الايه الحشو ادي غرزة الحشو نرجع تاني واحد اتنين ونروح نعمل التلاتة دول ادي واحد اتنين تلاتة شايفة اهو كانت غرزة الحشو اهي بص بدل ما هنا بس شايفها هي فين عكست معي. لان انا هنا هعمل واحد اتنين ثلاثة هتخطى جيت واروح اعمل الايه التلاتة دول ادي واحد اتنين ثلاثة مش هطول عليك الفيديو بس اسسلك بس الايه التكرار التاني بعد كده هنا بنعمل واحد اتنين عشان نعمل غرزة الحشو اللي بعد كده هنعمل فيها ايه البفات غرزة الحشو هنعمل فيها البفات اذا البفات اتنقلت من هنا لهنا السطر الجاي طبعا انا هتلاشى الثلاثه دول لان الثلاثه دول والثلاثه دول هيبقوا جنب بعض زي كده تمام بعد كده واحد اتنين هروح على الثلاث اعمده دول هعمل ثلاث اعمده وهتكملي بقى التكرار بتاعك زي التكرار التاني بالظبط مش هيفرق حاجه بعد ما تخلصيه تعملي نفس التكرار الأولاني اللي احنا عملناه اللي هو الأولاني هنا واحد اتنين تلاتة، وبعدين هروح اعمل الأربعة دول آدي عمود. الثاني الثالث كده العمود الرابع اللي هو عمود الارتفاع عشان هنرتفع السطر الثالث من التكرار الثاني بان انا بعمل واحد اتنين تلاته اللي هو عمود الارتفاع وهعمل الثلاثه دول ادي كده واحد اتنين تلاته كنا على الثلاث سلاسل دول كنا بنتخطاهم وروح للثلاثه بتوع التكرار الثاني ادي كده واحد اتنين ثلاثه عشان اعمل بعد كده واحد اثنين وراح اعمل بقى ايه? البافات بتاعتى اللي هي نفس البافات دي اهو انا تخطي شايفه اهو زي ما انا تخطيت هنا بالظبط اهوت، نفس الفرق، هتخلصي بقى التكرار ده بنفس الطريقة ونفس نمط التكرار الأولاني، كده أنا لك. بعد ما تخلصي الست سطور بتاعته هترجعي تعملي تأسيس تاني نفس التأسيس الأولاني بنفس الطريقة اللي هو التأسيس الأولاني ده، بنفس الطريقة وتفضلي بقى تكرري تباديل وتوافيق مع بعض، يعني هتعملي كل ستة عكس التانيين، كل ستة عكس التانيين، يطلع معاكي الشكل اللي أنت شايفاه دوت. اتمنى الشرح يكون عجبك ويكون سهل وبسيط ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو اذا عجبك اذا كنت جديده في القناه انا برحب بك وبقولك اهلا وسهلا نورتيني من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس واختاري علامه الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله